من الاقوال المقصوره يعني الناس بتتداوله. ايمان العاصي عندها اخ عمره ما يفرقش كتير قوي عن ريتاج. ريتاج انت 13 سنه تقريبا. تقريبا 13. ليكي اخ عنده 18 سنه. هي الناس بتتعامل ان اخويا انا اخوها هو خالها المفروض، وهي لما بتبقى عايزه منه حاجه بتقول له يا خاله. ايوه. ولكن هم طول الوقت اخوات، فار وقط، قط وفار في البيت. انتوا خمس اخوات؟ من ام واب، ويوسف بس اللي من بابا. هو لما اتولد انت كنتي في الجامعه ولا؟ وانا اللي عملت له السبوع، وانا اللي تقريبا اخترت اسمه مع بابا. وطنط مرات بابا كانت بتبص لي عشان يوسف يبقى شبهي وهي حامل فيه، وكنت باخده من بابا كنت بخطفه. ايه ده؟ طب والله العظيم انا بفتكر معاكي دلوقتي، والله كنت بخطفه من بابا، بخطفه حقيقي، وكنت بتخانق مع بابا لما بياخده مني، يجي ياخده مني. عشان بتحبي اخوكي؟ بحبه قوي بقى. ما كنتش لسه خلفت ريتاج. فكنت لا كنت مجنونه بيه، وبعيط وازعل من بابا وخصمه. بس انتوا كلكم عايشين مع بعض يعني. كلنا عايشين مع بعض. يوسف يعني بحبه يعني هو. وما كانش عندك مشكله انه من ام تانية يعني؟ بحب طنط جدا، طنط عايشه معايا يعني. فبعد بابا هم أمانة يعني، مش بس عشان أمانة بابا، هي مرات بابا كانت شايلاه فوق راسها جدا جدا بصراحة، ولآخر لحظة. ويوسف أخويا أنا بحبه جدا يعني، ربنا يخليه كله. وبلس إن أنا عارفة إن بابا مطمن يعني، إن هو ماشي وهو مطمن قوي على يوسف، لأنه هو كان حتة من قلبه. بتختلفي أكتر مع يوسف ولا مع ريتاج؟ الاتنين.